لمدير مركز الثقافي الإسلامي يشرفنا. المحاضرة اليوم هي التقنيات الجديدة والطب القديم ولا الطب الطبيعي ولا الطب البديل المضاد للألم واستعادة النشاط والحيوية. نهضرت في الحجامة، في الإبر الصينية، في السوجو، في الريفلكسيولوجي، في البسيكولوجي، في الهيبنوز، في الريلاكساسيون. عرفت غديون الشيخ اكزاكتومون فين داكلي ونخدم الواحد أول دفعة تدريبية للكوتشينغ أستاذ بوخليف. شهادات حية لميداكي جدان. تحية خاصة للحاج مقبل رئيس جمعية الكفيليات من ولاية بجايد كيعطي الشهادة ينس. سيد الدعوة أكثر العبادة تستقبلي تستعرف باش الدسن مهما كان إلا الحل إن شاء الله. هي وإذا كنا كتسوفرين روماتيزم كلارتروس عندي شوك عن لو موك دو كونفيونس اون سوا باش نقدوني أني زمراه نعاون نعاونو بارك الله فيكم والسلام عليكم. فوالا دويد الشيخ اكزاكتومون نسعى مختص بالحجامة بالإبر الصينية قريكي يسعى مركز النور قلب أبيض. وبارك الله فيك على الحضور، نتمنى الشفاء لوالد تاعك وان شاء الله كي تجي نديك الجايه تحبس هكذا ونديك في البحر ونجيب لك تعقيد اللي حب تاكلها. وبارك الله فيك. جيت تحضير لدورة الحجامة والإبر الصينية، هذه المحاضرة اللي قلنا بها اليوم ان شاء الله في هذا المركز هو تحضير للدورة التي ان شاء الله ستبدا يوم الخميس باذن الله تعالى في مركز الاستاذ حرش. كنتوا مشرف الاستاذ بوخليف ناصر متخصص في الحجامة والإبر الصينية والعلاج بالطاقة وبعض الاختصاصات في التنمية البشرية مثل كالاندرولوجيين الامبيتية ويعني فيها ان شاء الله. بارك الله فيك. كاين يحيى حرفوش مدير مركز حرفوش كريا خيطون 2010.